ومن دير البلح ينضم إلينا الصحفي أسامة الكحلوت. أسامة، تحية طيبة. أسامة، ما هي آخر التطورات لديك؟ نعم، آخر التطورات هنا يكمن في دير البلح، حيث أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها ونيران رشاشاتها الآن على منازل المواطنين على طول الخط الساحلي لمدينة دير البلح. سبق ذلك أيضا استهداف للطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزل لعائلة صباح إلى الغرب من دير البلح. هذا المنزل المكون من عدة طبقات من الباطون أدى هذا الاستهداف إلى سقوط أكثر من 6 ضحايا وعدد كبير من الإصابات، عدد منهم ما زال حتى هذه اللحظة تحت ركام هذا المنزل المستهدف، بالإضافة إلى أحزمة نارية في مناطق مختلفة سواء كان في شمال قطاع غزة أو في الجنوب في مناطق في بيت لاهيا، هناك في جباليا أيضا أكثر من حزام ناري، بالإضافة إلى استهدافات متفرقة أيضا كما هو الحال في منطقة جنوب قطاع غزة. ولكن آخر هذه الأحداث كان في منطقة دير البلح، حيث الاستهداف لهذا المنزل على صباح، بالإضافة إلى أن الدبابات الحربية الإسرائيلية تطلق قنابل إنارة إلى الشرق من دير البلح وهي على مقربة من السياج الفاصل. يبدو أن هناك محاولات للاشتباك أو أن اشتباه بتسلل في المنطقة الشرقية لدير البلح. نتحدث هنا على أن طائرات الاستطلاع لا تفارق سماء قطاع غزة بالكامل كما تسمع في خلفية الصوت وعلى ارتفاعات منخفضة، وهي الآن في سماء مستشفى شهداء الأقصى على ارتفاع منخفض منذ ساعات طويلة حتى هذه اللحظة. اليوم كان يوم دام من حيث الاستهدافات المتواصلة، عدد كبير من الإصابات والضحايا وصلوا إلى المستشفيات هنا سواء في شمال أو في جنوب القطاع. أول هذه الإصابات كانت لطفلة وصلت في الساعة 7:30 من صباح يوم أمس نتيجة الاستهداف لمنزلها شرق مخيم المغازي من عائلة قنديل، كانت هذه أول الاستهدافات، ثم تبعها استهداف يعني عدد كبير من المنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بالإضافة إلى التحذيرات الإسرائيلية لسكان منطقة شرق مدينة خان يونس بالإخلاء باتجاه رفح جنوب القطاع، وهذه مأساة جديدة تحل على سكان منطقة قطاع غزة بالكامل قبل أن تكون مأساة أيضا لسكان منطقة شرق مدينة خان يونس، خاصة وأن المنطقة التي وجه إليها السكان الجيش الإسرائيلي التي وجه إليها السكان في منطقة رفح هي منطقة مكتظة بالسكان، ولا يوجد أي مدرسة خالية في مناطق رفح إلا وجميعها مكتظة بالنازحين سواء من مدينة غزة أو من منطقة شمال قطاع غزة. يعني أن سكان منطقة شرق خان يونس إذا ما نزحوا الآن سيتجهوا فقط إلى منطقة المواصي إلى الغرب من مدينة رفح. نعم أسامة، كيف تلقف الناس عودة القصف والعمليات العسكرية، خصوصا أنهم كانوا يتوقعون بأن يكون هناك إمكانية لتمديد هذه الهدنة؟ يعني شعور مخيف كان صباح اليوم، لم يعني كانوا بانتظار أن يتم التهديد تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار كما اليوم الذي سبقه في ساعات متأخرة قبل انتهاء التهدئة، ولكن تفاجأوا بصوت قصف عنيف وقوي جدا في مناطق مختلفة. نعم. من قطاع غزة الجميع كان يهرع من الشوارع إلى داخل المنازل وإلى داخل مراكز اللجوء، وهنا في مستشفى الشهداء الأقصى اتجهوا جميعا إلى خيامهم تجنبا للقصف في مناطق الاستهداف. نعم. المنتشرة في مناطق قطاع غزة، ولذلك كان شعور مخيف في ساعات الصباح، خاصة أن هناك كان ضربات متواصلة وقوية في أكثر من مكان في قطاع غزة. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دير البلح الصحفي أسامة الكحلوت.